أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحبكم في الله، هل من يحلق اللحية في الحج يكون من الفسوق؟ حلق اللحية حرام، ليس تشددا ولا إعناتا للناس، لكن نحن خلقنا لعبادة الله، ويجب علينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، إلى غير ذلك من الألفاظ. وهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وفيما اطلعت عليه من كتب الفقه أقول مطمئن القلب إن العلماء قد أجمعوا على حرمة حلق اللحية، حلق اللحية بالكلية بحيث لا يبقى منها شيء، حرام بإجماع العلماء. ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين قال إن حلق اللحية بالكلية مكروه. ولاحظوا يا إخوة أن يتكلم عن الحلق وليس الأخذ. الحلق أقول مطمئنا لما أعلمه في كتب الفقه إن العلماء قد أجمعوا على حرمة حلق اللحية. ولو تأملنا تاريخ فضلاء الإسلام من حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الخلفاء الأربعة، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التابعين، إلى فقهاء وعلماء التابعين الذين عرفنا وصفهم، إلى الأئمة الأربعة، إلى كل فاضل عرفنا فضله في تاريخ الإسلام، نجد أن من صفاته أنه ملتحي وأن له لحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. فإني لأعجب كيف أن المؤمنين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا تاريخ المسلمين وصفات الفضلاء من المؤمنين كيف يتركون هذا إلى ما أخذ عن الكفار، وليس من صفات فضلاء أهل الإسلام. وإني لأعجب كيف أن الأمر قد انقلب بالمسلمين اليوم، فأصبح الملتحي ينظر إليه على أنه مخطئ، بل والعياذ بالله هناك من يقول اللحية وسخ، أعوذ بالله، والله لو كان يعلم ما يقول لكان كفرا. أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عاش إلى أن مات، وأنا أقول هو الآن في قبره هكذا بلحيته صلى الله عليه وسلم. فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أن هذا وسخ قدر، هذا كفر والعياذ بالله لو كان يعي ما يقول. فحلق اللحية يا أحبة حرام ومعصية، وقد اختلف علماؤنا هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر، والمسألة عندي محتملة، وإن كنت أميل ميلا لا أستطيع أن أقيم عليه الأدلة بوضوح إلى أنه من الكبائر.
لكن المسألة محتملة. ولكن يا إخوة حلق اللحية فيه إصرار، والإصرار على الصغيرة يجعلها في حكم الكبيرة وإن لم تكن كبيرة. فالواجب على الرجال المؤمنين أن يحذروا حلق اللحى وأن يعفوا لحاهم. ألا تحب يا عبد الله أن تلقى الله عز وجل وأنت على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان يبعث على ما مات عليه، فوصيتي للرجال المؤمنين أن لا يطيعوا الشيطان وأن لا يستجيبوا إلى المخذلين وأن يعفوا لحاهم امتثالا لأمر حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن صبر ظفر، وكل شيء في الدنيا يمر، لكن من الناس من يمر أمره وهو مر، ومن الناس من يمر أمره وهو حلو. فأنت إذا حلقت لحيتك اليوم سيمر هذا اليوم بما فيه، وسيمر هذا الشهر بما فيه، وسيمر هذا العام بما فيه، وسيمر عمرك بما فيه، وستموت وتدخل القبر. وإذا أعفيت لحيتك سيمر اليوم أيضا بما فيه، والشهر بما فيه، والعمر بما فيه، لكن شتان بين من أطاع ومن عصى. فالوصية أن نتقي الله. ويا إخوة، والله ما كان حلق اللحية جمالا ولا كان إعفاء اللحية قبحا. أنت يا من تحلق وتعيش مع الحليقين لأنك تعودت على هذا تراه جمالا، وهو والله ليس بجمال. ولو أنك أعفيت لحيتك والله سترى هذا الجمال، وترى في قلبك اطمئنانا ولذة لا يجدها من يحلق لحيته. ولو ساوموك عليها بغالي الأموال ما حلقتها. فإن قلت الناس يسخرون، قلت المحاسب هو الله. ومن أحب إليك، هؤلاء الناس الذين تعيش معهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل مؤمن سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا عمك وخالك وابن عمك وابن خالك يقولون لك احلق اللحية، احلق اللحية، لا تكن متشددا، احلق اللحية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعف اللحية. من أولى بالاستماع؟ كل مؤمن يقينا سيقول الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا إرادة وصبر. فأسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الطاعة، وأن يعين كل واحد منا على أن يتخلص من ذنبه. نحن نعظ إخواننا ولسنا أمثلهم ولسنا أحسنهم، لنا ذنوب يعلمها الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أن نعظم الله وعلى أن نخاف من الله وعلى أن نتخلص من ذنوبنا لله سبحانه وتعالى. نعم.